Mix FM. Mix FM. Mix FM. It's all in the mix. تحية الإسلام، السلام عليكم. شادية منصور اللي هي فلسطينية بريطانية، إن شاء الله عليها. ميكس اف ام. الهيب هوب في السعودية أعزائي المستمعين موجود بس يبغى له دعم، في مواهب ولكن الدعم والتوجيه يعني مش موجود. الآن مع هذا البرنامج ليش هيب هوب ممكن للشعب أكثر يقدر يعرف عن الحركة هذه، ولكن الواجب أكثر أنه المواهب هذه محتاجة أكثر شركة إنتاج، شركة ممكن تقدر تساعدهم، شركة داعمة ليهم، شركة توجههم. أعزائي المستمعين، حسن سمان مؤسس ومدير شركة إنتاج اسمها جده ليجندز يدعم الموسيقى الحقيقية، ويمكن له أن يساهم في مساعدة هؤلاء الشباب. لي الفخر جدا أنه حسن يكون معنا. حسن حبيبي بيك، هاس كيف حالك؟ بيك إيتش أوز إيفريثينغ. الحمد لله كل شيء تمام. شرف لينا أنه معنا أنت اليوم على ليش هيب هوب. والله حبيبي، first of all I would love to say مبروك على الشو، متأخرة شوية وهوز بير يعني أخيرا a hip hop show on a radio station سعودي في السعودية صح. This is something big و thank Mix FM وبرضو أنت يعني who's better to present it than you بصراحة. حبيبي شكرا، أنت يعني كنت داعم لي حتى من بداياتي وما أنسى لك كل الأشياء اللي سويتها. حبيبي أخوان في الأخير. بيج إيتش كلمنا شوية بسرعة عن بدايتك في هذا المجال، المجال اللي نتكلم عن الهيب هوب. بدايتي حبيبي كانت back in 2006 basically. طبعا بدأنا جدة ليجندز برودكشن as a studio، وبرضو كان it was a band كان فيها طبعا أخويا قصي. تحية قصي. وطبعا الحمد لله توفقنا we reach international standard. وطبعا قصي is doing his thing now، وإن شاء الله الله يوفقه في البوم الثالث اللي حينزل soon إن شاء الله. وبرضو مراد أخوي وحبيبي كمان في استراليا في استراليا حاليا، وإن شاء الله برضو في مفاجآت حنحكيكم عنها through the interviews بإذن الله ما شاء الله. بعدها طبعا we stopped for a while في السين السعودي وركزنا internationally أكثر كجدة ليجندز production أو كproduction house طبعا كإنتاج أكثر يعني كإنتاج يس. والحمد لله through time في السنتين الأخيرة هذه طبعا لما اختفينا شوي عن السين السعودي we يعني established a good connections with multi-million dollars like Sony, Universal ما شاء الله internationally. والحمد لله everything is looking good and we are back في السعودي سين. طبعا أبغى أقول أول شيء لما رجعت شفت أشياء مرة حلوة وأنا شارع الصراحة two of the biggest ما شاء الله تبارك الله run junction وجدة فام yes. اللي بيسووه yes. لأنه ما شاء الله I'm proud وحاجة حلوة وبقدم رسالة حلوة. سلوت برضو جيرزي مبروك باي ذا واي على المفاجأة الحلوة هذه. ايش رايك في الاغنية بيج إيتش؟ It was nice بصراحة I loved it I was surprised I was one of the guys who was waiting انه اوكي what's the surprise that Jersey got for us وما شاء الله it was a nice surprise بصراحة. Welcome back bro. فهذه basically اللي كان صاير الفترة اللي فاتت. حسن بس عشان نلفت انتباه المستمعين انه انت جدة ليجندز هي شركة انتاج وشركة توزيع صح؟ You're a record label. Yes. إنتاج وتوزيع فني وبرضو بيشوف فيديو كليبس و so far it's a record label basically. Nice. طب انت كشخص اكيد عندك خبره في الهيب هوب ودحين عندك ما شاء الله شركه انتاج وشركه يعني ريكورد ليبل وتوزيع، ايش رايك في الهيب هوب السعودي؟ اوكي الهيب هوب السعودي is growing fast really fast وطبعا كل يوم على الثاني بنشوف نيو رابرز ونيو ارتست، حتى مو بس كرابرز برودوسرز عندنا ما شاء الله couple of producers يعني اساميهم ما شاء الله تبارك الله تطلع ف اوكي وي هاف سم باد وسم جود هيب هوب. عارف المشكله ان الشباب عندنا بياخذوا الهيب هوب من امريكا زي ما هو اوكي ده توكينج اباوت ثغ لايف
صح. talking about gangs. صح. العصابات وكذا. الأشياء هذه ما هي عندنا هنا. صح صح. ف my advice stick to the positive side. Do what you do best. تكلموا عن اللي صاير معانا إحنا وبعاداتنا وتقاليدنا. وtrust me you will reach المينستريم وانترناشونال. صح. بإذن الله. صح. توفيق ربنا بالتوجيه الصح. صح. إن شاء الله إنه أنت وجدة ليجند توجهوا دول الشباب عشان إنه أنتوا عندكم القدرة هذه يا حسن. Exactly. أنا طبعاً هذه من الأشياء اللي أول announced as we go. فبإذن الله. حسن كيف؟ أنت كيف ممكن تدعم هؤلاء الشباب؟ Okay, basically, okay. I will break the first thing. الحمد لله إحنا right now we signed. طبعاً أنا شغال locally and international. فright now we signed two artists from South Africa and خلاص in the final stage. يعني وقعتوا فنانين اثنين من ساوث افريكا من جنوب افريقيا هم دي جيز او هيب هوب او ايش they are an R&B singers ما شاء الله اوكي واحد R&B and a rapper وبيسكلي كمان عندنا جروب في دبي which is كذا شاب فيهم برضو منهم واحد عراقي برضو we are in the final stage يعني we are talking to them back and forth في negotiations We are working with a Saudi female R&B singer Holland. Okay. Yes. Right now, جاينا نشوف في السعودية برضو نبغى نشوف التالنت اللي حيطلع معانا أو basically اللي we will be working with him from Saudi Arabia. وبرضو ما ننسى أخويا مراد. طبعا فاكر مراد. صح. المغني العربي اللي كان في الجروب بداية تأسيس جدة ليجند. صح. We are working on a special project. And he's by the way hearing us from Australia دحين. ما شاء Shout out to you مراد from Aussie land. this is one of the things that I'm announcing. If anyone who got a good message, okay, Mix FM, نفسه إنه he can join the team. Mm-hmm. I'm more than welcome to the studio with team here to hear about. يعني big age اللي نفهمه منك إنه any rappers out there, the rappers اللي يسمعونه دحين. إذا عندك موهبة وعندك شيء إيجابي تبغى تقوله, يتواصل معك. Yeah, he can come to the studio. Okay, we will check him out. ومن هناك we will take it عارف great and we, إن شاء الله بإذن الله we can help ما حنقدر نساعدك كل بس بإذن الله أكيد أكثر يعني we will open doors على قولتهم ونفتح طريق جديد هذه توجيه صح وحتى إنه whatever they need هذه هي حسن لأن صح big H لأن عرفت أنت أغلبية الريكورد ليبلز أو شركات التوزيع لسوء الحظ يبغوا شيء تجاري وأنا مش ضد أنا مش ضد الأشياء التجارية أبدا بس المشكلة إنه في عندنا أشياء غير الحب في عندك أشياء إنسانية أشياء عن المجتمع ممكن بتوجيه صح ممكن تبيع تجيب فلوس يعني الله تبارك الله صح. شوف عندك النارسست الجماعة اللي برا ياسين السلام they, they are not talking about love they are talking about subjects وأشياء أشياء إيجابية. اجتماعية وإنسانية ما شاء الله تبارك الله يعني إحنا بنسمعهم هنا صرنا صح عندنا كمان أخوان Arabian Nights Arabian Nights عندنا لهم إن شاء الله كمان والألبوم الألبوم بجانيوري 25 أعتقد بإذن الله إن شاء الله exactly وطبعا right now any talent or any musicians not hip hop talking hip hop rock DJs techno and house wow مغنيين عربي يعني انتو جدة ليجندز التوجيه حقكم مفتوح على كل الاغاني مش على كل الجانرز exactly. ما شاء الله والحمد لله طبعا الويب سايت is jeddahlegends.com it will be open officially in mid of Feb ان شاء الله جدة right اسم الويب سايت again jeddahlegends.com صح .com طبعا okay. فيها اللينك حق الفيسبوك تويتر يوتيوب and the reverb nation طبعا اللي قايمين على الويب سايت shout out to dream team اصحابنا برضو yeah, you can find the emails, the phone number of the office. You can call us and the fax, email us, and we will call you back. والله. Big H, سمعنا منك مفاجأة واحدة. Okay. إيش مفاجأة ثانية؟ مفاجأة ثانية. Okay. إن شاء الله. And within the coming two weeks, فأنا عبد الفتاح القرني حيكون في السعودية برضو. Wow. He will be working on some tracks in the studio عندي. ما شاء الله. That's big. Collaborate. حيكون في collaboration إن شاء الله. في a new song إن شاء الله. It's gonna be big. والانونسمنت الثالث اللي طبعا اخويا وكلكم تعرفوا اخويا خالد عبد المنان الاونر والطبعا السي او حق ريد ساند برودكشن ريد ساند برودكشنز كمان هم شركه انتاج سعوديه يب وطبعا to the artists they know ريد ساند they know اخويا خالد عبد المنان right now جلسنا مع بعض تكلمنا and we officially joint venture Jeddah Legends wow. and ريد ساند برودكشن together ما شاء الله in one studio nice effective, yeah, immediately
I'm proud. يعني أنا من جد فخور لأن الاتحاد قوة زي ما يقولوا. فما شاء الله يعني جدة ليجندز ريد ساند. واو مبروك مبروك. Under one roof والحمد لله في الاستوديو right now. يعني حتى أخو خالد معي في الاستوديو هناك جالس سامعنا. Shout out to you خالد. ف this is the last surprise على قولتهم. Big H, it was يعني من جد فخر لي أتكلم معاك. Big H, anything حسن سمان. أكيد JeddahLegends.com أعزائي المستمعين والرابرز اللي يسمعونا, إذا عندك موهبة وعندك أشياء إيجابية, عندك مسج, عندك رسالة, JeddahLegends.com is your way out. Big H, anything you'd like to say, أي شيء تبغى تقوله. One last thing, I would love to thank you على استضافتنا ومكس FM. وثاني شيء I would love to thank يعني صراحة all the JL team وRed Sand على وقفتهم معايا الفترة اللي فاتت ما شاء الله. Plus my mom and dad for supporting the cause و to believe in what we are doing in the hip hop scene. صح صح. Thank you man and all our loyal fans حبيبي. صح صح. Jeddah legends man. Thank you very much. حبيبي حبيبي. Thank you. Peace. باي باي. Peace. أعزائي المستمعين كان معنا حسن سمان قال أخبار جميلة جدا. Jeddah Legends مع Red Sand Production Team 1 Amazing. يوم تاريخي. هنطلع إعلان بسيط ونرجع معاكم لليش هيب هوب. تحية كبيرة لي دي جي نيني نبال فتح الله and Steve Ferrey tuning all the way from the USA. Shout out to you Detroit and Jay Dilla.